وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى، كيف تطلع في الشاشة، وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى، وقال الملك ائتوني به، جيبوه لي، ائتوني به استخلصه لنفسي. استخلصه لنفسي بمعنى نديرو من الخاصة ديالي، نديرو مستشار ديالي، نعود نستشر معاه في امور ديال الدولة. وهنايا تنستنتجو ان وتنفهموا وتنقولوا ان اي واحد مسؤول بشي حاجه راه ضروري انه يكون عنده مستشارين، وخص هاد المستشارين يكونوا من اصحاب الحكمه والعلم باش تكون المشوره تكون زوينه. وقال الملك جيبوا لي، ائتوني به استخلصه لنفسي. جابوا ليه يوسف وهو جلس قدامه. شكون انت؟ ومنين انت؟ واش اللي وقع عليك؟ إذا وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه، فلما كلمهم بمعنى قال لي شكون انت يا، قال لي انا راه يوسف وراه انا نبي وراه انا من الشام، وهل اللي وقع لي مع الاخوان، مع الاخوان ديالي، وهل اللي وقع لي مع زوجات عزيز مصر حتى دخلت للسجن اللي انت يا تحريتي في القضيه وفهمتيها. منين عاود لي هذا الشيء كله؟ قال له الملك قال انك اليوم لدينا مكين امين. انت راه معايا، غادي يكون عندك واحد المكانه كبيره. شنو هي هذه المكانه؟ بغيتي تكون مستشار ديالي، امين، بغيتي تكون في الامان، ما عادي تخاف من حتى شي حاجه، ما باقيش تخاف من الاخوان ديالك، ما تخافش باقي من زوجة عزيز مصر، ما تخافش من عزيز مصر براسه حتى هو. انك اليوم لدينا مكين امين. تيقول يوسف عليه السلام للملك من بعد ما قال لي بغيتك تكون مستشار ديالي، قال لي اسمح لي، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. قال لي ديرني نكون وزير ديال الفلاحه، نفلح لكم الارض ونبدا نزرع الحبوب باش نوض القمح او الشعير، ونبدا حيت انا اللي عندي مساعده من الله سبحانه وتعالى، وحي تأيدني من الله سبحانه وتعالى، بالاضافه لان الله سبحانه وتعالى هو اللي علمني تفسير وتعبير الرؤى، وعارف كيفاش عادي نتعامل مع هذيك السنوات ديال الخيرات وسنوات ديال الجفاف. فبالتالي هذا تيتسمى تفاوض. الملك باغي يوسف انه يكون مستشار ديالو، يوسف ترفض وتيقول لي لا، باغي انني انا نكون وزير ديال الفلاحه. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. حفيظ غادي نحافظ لك على مساله توفير الطعام للسكان ديال مصر، وعليم عارف كيفاش نتعامل مع هذوك سنوات الخيرات وسنوات ديال الجفاف. تقول لنا الله سبحانه وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض. مكن الله سبحانه وتعالى ليوسف مره اخرى. كان الله سبحانه وتعالى مكن ليوسف في الارض، ومكن ليه في ارض مصر، ولا عايش في قصر ديال عزيز مصر. اما الان راه مكن ليه الله سبحانه وتعالى في ارض مصر، ولا كثار من هكاك، ولا هو وزير، ولا هو عزيز مصر. يقول لنا الله سبحانه وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض. مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. يتبوأ منها بمعنى يذهب الى المكان الذي يريد ويستقر في المكان الذي يريد. هذا هو المعنى ديال يتبوأ، بمعنى يستقر في المكان الذي يريد. يتبوأ منها حيث يشاء. وتقول لنا الله سبحانه وتعالى نصيب برحمتنا من نشاء. الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى راه هي راه عامه لجميع الناس، ورحمته اكثر من هكاك تتكون الناس الخاصه والناس اللي تحبوا الله سبحانه وتعالى. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. بغيتي الله سبحانه وتعالى يرحمك وتكون الحياه ديالك مزيانه في الدنيا والاخره، كن من المحسنين اللي كنا شرحنا. أشنو المقصود بالإحسان؟ الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. تقول لنا الله سبحانه وتعالى أن هذه الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى راه ماشي بالضرورة هي في الدنيا، ولكن راه حتى في الآخرة. داكشي علاش تقول لنا الله سبحانه وتعالى هنايا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا دينا وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. إذا وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى، كيف تلاحظوا في الشاشة عندنا تقول لنا الله سبحانه وتعالى وجاء إخوة يوسف. إذا مشات 7 سنين ديال الخيرات، ويوسف عليه السلام تجاهد وتكافح في أنه يخبي القمح، يخبي الطعام للسكان ديال المدينة للناس بصفة عامة، وصلت دروكا سنوات ديال الجفاف، وعادي تكون داز واحد العام ولا عامين، لدرجة أن الناس داك الشيء اللي زرعوا صافي كلاوه، كلاو داك الشيء اللي زرعوا وتقلبوا على الطعام دروكا، إلا ما لقاوش الطعام عادي يموتوا. و الناس في الشام وصلهم الخبر أنه كاين واحد الراجل، واحد عزيز مصر، واحد العزيز كاين في مصر، راه تي يفرق الطعام على الناس مجانا ولا بالمقايضة. داكشي علاش اللي بداو الناس من الشام تيجيو لعند يوسف عليه السلام، بداو تيجيو لعند يوسف عليه السلام، ومن بين الناس اللي جاو من الشام اللي هما الاخوه ديال يوسف عليه السلام. وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه، دخلوا لعنده باش يطلبوا منه القمح، فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم حيت هما ما تبدلوش بزاف، فاش هو كان في العمر ديالو 10 سنين وباعوه كانوا هما كبار، يعني الله كاين اللي تزاد فيه شي شويه ديال الشيب في لحيته او في شعره او شي شويه ديال التكماش، المهم ان الملامح ديالهم ما تغيرتش بزاف، بقاو داكشي علاش اللي هو فعرفهم وهم له منكرون، حيت تبدل راه ما بقاش داك الطفل الصغير 10 سنين، راه دروك راه كبر ولات اتساع الكتفين ولا غلط الصوت ولات عنده اللحيه، بمعنى الملامح ديالو تبدلات، واخا ما عط كاع اشي يديروا صعيب عليهم باش يعرفوا. داكشي علاش اللي هنا تيقول لنا الله سبحانه وتعالى فعرفهم وهم له منكرون، وهم له منكرون ما عرفوش. ولما جهزهم بجهازهم، منين جهزهم بالجهاز ديالهم، جهزهم بجهازهم بمعنى جعل القمح، جعل الطعام في الاكياس التي هم جاؤوا بها، ودارها لهم على البعير ديالهم، دارهم لهم على الجمل ديالهم، هذه هي اللي تنقصدوا به جهزهم بجهازهم. اش اللي قال لهم؟ قال ائتوني باخ لكم من ابيكم. علاش اللي هما ما تفاجئوش؟ قالوا ليه باش عرفتي بالمره عندنا واحد خونا من بوانا، حيت هما اصلا عاودوا ليه وقالوا ليه افراد الاسره كلهم اللي كاينين، حيت ضروري يوسف عليه السلام ملي تيجي شي واحد باش يطلب منه القمح تيقول ليه اجي لهنايا، شحال العدد ديال الافراد ديال الاسره ديالكم، ولا كذبتي راه بغيت نصيفط شي واحد معكم الا حسيت بك انك تتكذب. داكشي علاش هاد الاخوه جاو لعندو بداو تقولوا ليه راه عندنا بوانا وعندنا الزوجات ديالنا وعندنا الابناء ديالنا، وراه كاين واحد خونا من بوانا خليناه مع الاب ديالنا منسو. داكشي علاش هنايا منين قال لهم ائتوني باخ لكم من ابيكم ما تفاجئوش، مش ما قالوش ليه باش عرفتي، حيت هما قالوها ليه، هما سبقوا قالوها ليه، حيت يوسف خصو يعرف عدد الافراد ديال الاسره باش يعطي لهم القمح على حسب شحال كاين ديال افراد ديال الاسره. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني في المره الجايه، ائتوني باخ لكم من ابيكم، خوكم من باكم، الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. اوفي الكيل بمعنى تحفزهم بانهم يجيبوا خوهم الاخر باش يديوا القمح يكون كثر، ويتزاد لهم واحد الجمل اخر عامر او جمل اخر هز الاكياس ديال الطعام. الا ترون اني اوفي الكيل، تنوفي
الكيل بمعنى المكيال بمعنى الكيلوات ديال القمح. ألا ترون أني أوفي الكيل تنوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أشقص بالمنزلين بمعنى أنكم من جيت لعندي راه استضفتكم بطريقة زوينة. أو كاين معنى آخر اللي هو أن يوسف عليه السلام كان داير واحد الدار تسمى الدار ديال الضيافة، تستقبل فيها الناس اللي تيجيو من شي مدينة أخرى. الناس اللي كاينين في مصر تعطي لهم القمح تقول لهم سيروا في حالكم، مشاو في حالهم في نفس الوقت عمرهم في هذيك بساعتها سيروا في حالكم. الناس اللي جايين من بلاد اخرى راه خصهم يجلسوا ويتسارحوا ويعاود تاني يزودوا ريوسهم المتاع ديالهم بالماء والماكله عافاش اللي يمشيو في الطريق باش يلقاو حتى ما ياكلوا في الطريق. بمعنى ان يوسف عليه السلام كان داير لهم واحد الدار ديال الضيافه، تيجيو الناس اللي من مدينه اخرى تينعسوا فيها وتتسارحوا طال النهار الاخر، تيكون يوسف عليه السلام وجد لهم هذوك الاكياس ديال القمح فوق الجمال ديالهم وتيمشيو في حالهم. وفي نفس الوقت ياخد الوقت الكافي يوسف عليه السلام وهذوك الفتية اللي تعاونوه تياخذوا الوقت الكافي انهم يخدموا مع الناس بلا ما يكون هذاك الزحام، وراه حنا جايين من بلاد اخرى ودغيا سر بينا راه بغينا نرجعوا دير لهم هذاك الدار ديال الضيافه. داك الشيء علاش قال لهم هنايا وانا خير المنزلين. ملي تتمشي مثلا لشي مدينه تتقول راه نزلت في واحد لوطيل، نزلت في واحد لوطيل، اذا نزلت في واحد لوطيل بمعنى راه بت في واحد لوطيل، هذا هو المعنى ديال وانا خير المنزلين. وخاف يوسف عليه السلام حيت هو دروك تحفزهم وخاف لما يجيبوهش لما يجيبوش معاهم الاخ ديالو بنيامين. داكشي علاش اللي حاول انه يزيرهم يهددهم، داكشي علاش قال لهم فان لم تؤتوني به المره الجايه، فان لم تؤتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني، ما تقربوش ليا كاع ما تجيوش كاع. العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. فإن لم تؤتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني، ما تقربوش ليا كاع ما تجيوش كاع. فإن لم تؤتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، بمعنى اش راه خطر هذا الامر، راه خطير. الا ما خدوش القمح راه صافي غادي يموتوا. تخلعوا، هم يقولوا ليه قالوا سنراود عنه اباه، سنراود بمعنى سنعمل عقولنا محاولة لاقناع ابينا كي نأتي بأخينا من أبينا. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعل، وإنا لفاعل بمعنى تنوعدك أننا عادي نديروا هاد الشيء اللي قلنا لك دابا، وإنا لفاعل. وقال لفتيته ولا لفتيانه على حسب الروايتين ورش وحفص، وقال لفتيانه أو لفتيته كيف قلت بجوج هما صحاح، جعلوا بضاعتهم في رحالهم. ديك البضاعه اللي الاخوه جابوا باش انهم يتقايضوا باش انهم يديروا التبادل التجاري مع يوسف عليه السلام، نعطوك مثلا حنايا الخضره ولا نعطوك حنايا الفواكه وانت تعطينا اش؟ تعطينا القمح. هذيك البضاعه اللي جابوا باش يديروا التبادل التجاري مع يوسف عليه السلام ردها لهم يوسف عليه السلام، والفتيه ديال يوسف عليه السلام داروها هما في الرحيل ديال الاخوه، هما ما شافوهمش. وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم
يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، بمعنى دايرها لهم تحفيز أنهم يرجعوا مرة أخرى ويجيبوا معهم بنيامين، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. في العلا والمجد كونوا شامة، واحفظوا الدين وأوطان الشيم، في محياكم براءة السنين، حبكم في كل قلب كالهرم. يقول لنا الله سبحانه وتعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم، من نرجعوا لعند باهم، قالوا يا أبانا منع منا الكيل، راه تمنع علينا الكيل مستقبلا، ماشي دابا، دابا جبناه معنا القمح، ولكن مستقبلا منع منا الكيل. الكيل بمعنى نجيبوا الكيل، نجيبوا كيلو الكيلوات والكيلو، ونجيبوا القمح، نجيبوا الطعام. منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل. نقتل بمعنى نحضر الطعام ونحضر الكيلوات ديال القمح ديال الطعام. فأرسل معنا أخانا، خونا بنيامين، نقتل نحضر الطعام، وإنا له لحافظون. هير سمع الأب وإنا له لحافظون، وتفكر ديك وإنا له لحافظون اللي كانوا قالوا ليه على يوسف عليه السلام. داكشي علاش اللي قال لهم، قال هل امنكم عليه، واش ندير فيكم الثقه والامان مره اخرى عاوتاني زعما، الا كما امنتكم على اخيه من قبل، بحال كيف درت فيكم الثقه من قبل. هو يقول لهم فالله خير حافظا، من قبل فالله خير حافظا، الله راه هو اللي تحفظ، واخا حتى قلت لكم حافظوا عليه راه الله هو اللي تحفظ، ماشي انتما، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. ولما بمعنى أش هذوك الإخوة نقسموا لجوج، وحدين واحد المجموعة مشاو تهضروا مع الأب ديالهم وتحاولوا أنهم يقنعوه باش أنهم يديو معهم بنيامين في هذه المرة المقبلة، والمجموعة الأخرى تنزلوا طعام، تنزلوا القمح وتنزلوا تديروه في البيوت ديالهم اللي تخبيو فيه الماكله ديالهم. هادوك الابناء او دوك الاخوه اللي تنزلوا الطعام باش يديروه في هذاك البيت فاش تخزنوا الطعام، ملي بداو يخرجوا الطعام والقمح لقوا ان يوسف رد لهم ديك البضاعه ديالهم، لقوا يوسف رد لهم البضاعه ديالهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، قالوا يا ابانا، جاو هذوك لعند باهم وقالوا ليه يا ابانا ما نبغي، انت يا كيف لاحظتي هذا الشيء اللي بغينا، تلاقينا مع واحد الوزير ظريف الله يعمر هذا درويش، هو حتى داك الشيء الكيلوات حتى ديك البضاعه اللي حنايا دينا باش نقايضوا بها وزير مصر وباش زعما كنديروا معاه التبادل التجاري حتى هي راه ردها لينا. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، إذا أشنو تطلب مني؟ صفت معنا بنيامين، صفت معنا أخانا باش أش ونمير أهلنا، نمير أهلنا نحضر الطعام نحضر القمح، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، وفي نفس الوقت غادي نحافظوا على الأخ ديالنا، ونزاد كيل بعير، غادي تزاد لينا واحد الجمل آخر عامر الأكياس فيه فوقه بأش بالطعام بالقمح، ونزاد كيل بعير ذلك كيل يسير، هذا أمر سهل، كيل نجيبو كيلوات ديال القمح بطريقة بسيطة،
ندوا معنا غير الاخ ديالها ديالنا بنيامين، وديك الساعه راه غادي نجيبوا جمل عامر الاكياس من فوق بالطعام. ذلك كيل يسير. قال حيت بدا دروكا تقنعوه شوي بشوي، قال لهم الاب ديالهم قال لن ارسله حتى تؤتوني موثقا من الله. موثقا من الله بمعنى قسما وعهدا بالله، يعني انكم تحلفوا لي قسما بالله وعهدا، والله سبحانه وتعالى توعدوني بانكم قدام الله سبحانه وتعالى توعدوني انكم اش انكم تحلفوا لي انكم عادي تردوا الاخ ديالكم. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، موثقا بمعنى عهدا وقسما، موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم، الا ان يحاط بكم بمعنى الا ان يحوط بكم المشكل فلا تجدون اي منفذ، ما تلقوا حتى شي مخرج من هذاك المشكل. هذا هو المعنى ديال ان يحاط بكم، الا ان يحاط بكم بمعنى الا حتى او الا اذا وقعتم في ظروف قاهره تمنعكم من احضاره مره اخرى، الا ان يحاط بكم. فلما اتوه موثقهم، اشني اتوه موثقهم بمعنى حلفوا ليه بالله سبحانه وتعالى، فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وكيل بمعنى شهيد وضامن، راه الله راه شاهد شهيد، هو تيشهد على هذا الشيء اللي حلفتوا ليا ووعدتني به. قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني، اذا احنا وصلنا للايه اللي تبين فيها يوسف، تبين فيها يعقوب عليه السلام ان الابناء راه عزازين عليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ما تدخلوش من باب واحد، راه حيت صافي تعرفتوا النبل الاولى ما كنتوش معروفين في مصر، ولكن دروكا وليتوا تعرفتوا في مصر انكم كلكم بعشرة اش اخوه، ودروكا راه وليتوا 11، ودخلوا من ابواب متفرقه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ما تدخلوش مصر من باب واحد، ولكن ادخلوا من ابواب متفرقه. الابواب ديال مصر كل مجموعه قسموا على حسب الابواب، وبداو تدخلوا لمصر من ابواب متفرقه. وراه واخا تديروا هذا الشيء اللي قلت لكم انا، راه الله سبحانه وتعالى الا باغيكم بشي مكروه ولا بشي سوء، راه واخا تديروا هذا الشيء اللي قلت لكم راه الله سبحانه وتعالى عادي يصيبكم بهذاك الابتلاء الى باغي الله سبحانه وتعالى يبتليكم. ادخلوا من باب، ادخلوا من ابواب متفرقه، وما اغني عنكم من الله من شيء. اذا ما اغني عنكم من الله من شيء، هي اللي شرحت لكم دابا، اللي قلت لكم انكم واخا تاخذوا بهذه الاحتياطات، راه الله سبحانه وتعالى الا باغيكم بشي ابتلاء راه عاد يوصل لكم، عاد يوصل لك، راه عاد يوصل لكم. وما اغني بمعنى لا امنع ولا ابعد عنكم هذا المكره. وما اغني عنكم من الله من شيء، وما امنع عنكم من الله من شيء، ان الحكم الا لله، يعني القضاء والقدر خصك تكون تتامن به، راه الله هو اللي تيحكم في هذا الملك ديالو. ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. عليه توكلت انا، وعليه توكلوا حتى انتم، وعليه اي واحد بيتوكل خصو يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعليه فليتوكل المتوكلون. واش التوكل يعني انك انت ما تاخذ بالاسباب؟ لا، خصك تاخذ بالاسباب، بمعنى كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل اللي جايب الحمار ديالو حتى للجامع، قال ليه واش نربط هذا الحمار ديالي ويلا خرج من الجامع راه عادي نلقاه، ولا خصني نربطو؟ قال لي عقلها وتوكل، قال لي عقلها، دير الاسباب ديال انك عادي تلقى هذاك الحمار ديالك، انك تربطيه وتوكل على الله سبحانه وتعالى، باش الله سبحانه وتعالى يسر لك ويدير لك البركه في الامور اللي نتايا تتدير. اذا وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، بمعنى من حيث امرهم ابوهم، دخلوا لمصر من ابواب متفرقه، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. هذا الشيء اللي نصحهم به يعقوب عليه السلام راه ما عادش يمنع عليهم شي حاجه، شي قضاء وقدر الى الله سبحانه وتعالى باغي انه يفرضوا عليهم. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها، في نفس يعقوب قضاها،
اشنا هي هذه الحاجه اللي في النفس ديال يعقوب عليه السلام قضى انه ما يكونوش محطه انظار الناس باش ما يتصابوش بالعين. في نفس يعقوب قضى هو انه لذو علم. يعقوب عليه السلام عنده حكمه وعنده خبره وعنده معلومات من الله سبحانه وتعالى ووحي انطلاقا من الوحي، ولا عنده حكمه وعنده خبره، وانه لذو علم لما علمناه، وداكشي اللي علمه الله سبحانه وتعالى، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بزاف ديال الناس ما تعرفوش ان راه القدر اللي تفرض الله سبحانه وتعالى راه صافي راه تكتبه، وبزاف ديال الناس ما تياخذوش الحكمه من الناس اللي كبر منهم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ما تياخذوش الاستفاده من الناس اللي كبر منهم. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربا وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا، معالم ترسم الدربا وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.